As you say, guys, this is the quarantine of Hamza. You see the people on the street. It's totally empty, but guys here are doing some good things, giving the poor families some food, vegetables, sugar. كوفيد 19 يعني الناس ازمه 100%. داكشي علاش حنا درنا هاد البادره هادي باش نتعاونوا مع الناس ولو 1%. وهادشي راه واخا دير لي ما عمرك تغطي كامل الناس، ولكن كنديروا اللي علينا وكما على الله. ما بين وبين الاعضاء ديالها انها هو العمل ديالها كيكون مشترك، وما كاينش ما فرق لا ما بين الرئيس ولا ما بين الكاتب ولا من بين اي عضو. القرار كان الحمد لله كتخذ مجموعه، وكنتمنى التوفيق مجموعين، وحنا ولاد انزا كاملين مرحبا بهم. اللي بغى يجي يتطوّر معنا ولا بغى يدير معنا يجي مرحبا بهم، ما عندناش اشكاليه. القدام اقسم بالله اللي شنو غادي، لان ملي كتمشيو لعند الناس كنمشيو لعند الناس وكنشوفوهم الحاله فاش كيعيشوا، راه ربي اللي يعلم. والله هادشي كيزيدنا، انا نزيدو القدام. كل شيء انزا ولا تداب على تقريبا راه غطينا 400 تقريبا القفه، تقريبا لاش غاديين القفه بالاخرى من غير تاع الخضره، ولكن ما غطيناش كل شيء، ما قدرناش غطي صعيب، لانه كاين الناس كل شيء محتاج. شوف شوف الحاج تعب، الحاج تعب، انزا بالوزراء ماشي ديال انزا بوحده، زعما ضعضع العصر تاع انزا بصفه عامه. لا شيء المسألة اللي كتكون عندي أنني أن الإنسان ينتقد الجمعية في أعمال أخرى في شي حاجة أخرى إيه مرحبا، ولكن باش ينتقد الأعمال ديال الخير ربما كتبان لي شوية قاصحة. راه هذه الظرفية بخصوص الظرفية كنتمنى كل واحد يدير مجهود من عنده، واحد من هنا واحد من هنا. راك معانا التويت واخا ما كاينش. ولكن ملي كنبقاو هذا كيهضر وهذا كيهضر، حتى رجع على الله ورجع على الله ما يبقاش الخير.